أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عودة من جديد إليكم. وضيفنا في الاستوديو الأديب وأيضا الروائي والإعلامي الكبير أستاذ الفاروق عبد العزيز، حياك الله أستاذ معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. كنا قبل الفاصل نتحدث عن اتجاه حضرتك إلى الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الإعجاز العلمي والديني أيضا في القرآن الكريم. تمام. هل هذا الاتجاه كان مرتبطا بالدعوة إلى الإسلام، إلى الإسلام الصحيح، خاصة في ظل الحديث المطول مؤخرا حول أن الإسلام دين دموي أو دين فوضوي، وطبعا هذا الحديث يدور في الغرب، أو هو محاولة منك لمخاطبة الغرب باللغة التي يفهمونها وهي لغة السينما؟ ممكن أعلق في ثلاث نقاط. يعني النقطة الأولى هي أنه كمسلم طبيعي أنا أقرأ القرآن منذ الطفولة، عندما كبرت واتسعت معلوماتي كنت أقرأ آيات أحس أن لها علاقة بالعلم، فيها إشارات علمية، وهذا جانب، يعني جانب من الاهتمام الشخصي طبعاً. إنجاز التعبير، ولكنه لم يتبلور في شكل إنتاج أفلام بشكل رئيس لأنه لم يحتل حيزاً كبيراً في حياتي. الجانب الدعوي أنا أتمنى طبعاً أن يكون هناك جانب دعوي فيه وأن أثاب بإذن الله تعالى يعني. لكن الجانب الدعوي أيضاً لم يكن الاختيار الأول. لو اختيار الأول هنا أفضل دائماً الواحد يقول ما يقولش أن أنا سأنتج فيلماً دعوياً. هذا خطأ. يأتي فيلماً دعوياً، أنا سأنتج فيلماً دعوياً معناه أن أنا سأتجه إلى المباشرة وأضع الرسائل بعمد فيه قد يؤدي إلى الإخلال ببنية الفيلم الفنية. صحيح. والجانب الساحر في التأثير الفني في الأفلام. صحيح. هذا الجانب يأتي بعفوية مبطنة. تمام. الجانب النقطة الثالثة هي أنه في حواراتي مع الغربيين وفي العالم الغربي أنا مندمج منذ أكثر من 30 عاما، إما أشارك في مؤتمرات، إما أن أحضر مهرجانات، إما أن أحضر ملتقيات داخل الكويت وخارجها، كان دايما بيطفو إلى السطح، وبالذات في الأعوام العشرين الأخيرة منذ عام 93 تقريبا، 18-19 سنة منذ أول انفجار في برج التجارة العالمي كما نذكر سنة 93، كان انفجار فاشل في الجراج المبنى واللي هو اتمسك فيه عبد الرحمن عمر عبد الرحمن وآخرين يعني. هذا منذ ذلك التاريخ إلى اليوم الأسئلة بتطرح، حتى لو كنا في ملتقى له صفة غير دينية ولا غير دعوية، لكن يطرح دائما هذا السؤال حول الدين والإسلام وجوهره. وحتى مناسبات اجتماعية، أنا كنت في أمريكا في شهر 7 الماضي لمدة شهر، وإحنا قاعدين في عشاء عادي انقلبت إلى مسألة مناقشة حول الإسلام، ودون أن أقصد لم أتكلم أنا إطلاقا، وأنا حريص أن أنا لا أبدأ الحوار، لكن الآخرين هم اللي بدأوا الحوار، هم مجرد ما عرفوا اسمي فاروق عبد العزيز إذا مسلم إذا أنت طب قول لنا كذا كذا كذا. فاللي كان ردي هو أنه هذه الأفلام شاهد هذه الأفلام ونتحدث فيها بعد الأفلام أنا عملتها لي يعني مخاطبة للعقل الغربي في الأساس وليس لإقناع. ممكن طبعا توطد وتوثق إيمان المسلمين وتزيدهم يقينا، هذا رائع، لكن في الأساس هي موجهة للعالم الغربي لإعادة النظر إلى الإسلام باعتباره منارة علمية، باعتبار أن القرآن، إذا القرآن فيه إشارات علمية متفق عليها، علماء غربيون هم الذين يقولون بوجود هذه الإشارات ويكتشفون أن في القرآن هذه الإشارات، بعضهم يسلم مش مهم، بعضهم لا يسلم مش مهم أيضا، لكن في النهاية أنهم يقرون بوجود هذه الإشارات وأنها علمية تماما وتطابق 100%. هذا شيء جميل. إذا كان هذا فإذا أنا أحب أن أكون في هذا الاتجاه، خاصة أن أنا بعتبر أن هو هذا اتجاه نحو العلم، نحو التنوير. ونحو التنوير بشكل عام، بعض مثلا في واحد من أصل هندي مشهور اسمه ديباك تشوبرا مؤلف كتاب أخيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل في أمريكا يعتبر من الأعلام، في ديباك تشوبرا معتبر من العالم، فهذا مؤلف الكتاب، والجانب الإعجاب اللي فيه هو بالنزعة العلمية اللي موجودة في الإسلام بوجه عام، إنه في القرآن وفي السنة في نزعة علمية، في اتجاه نحو اعتبار كلمة العلم كلمة أساسية في الدين، ولا سواء العلم الشرعي أو العلم بالفقه أو العلم العام، العلم اللي هو المعرفة النافية للجهالة، أن يجب أن تعلم. القرآن كله أكثر من 784 آية تحض على العلم ومليانة علم كلمة العلم، فبالتالي هذا عنصر يعني استفزني إلى أنه يجب أن أهتم بهذا الجانب. وأثر على كثير من الناس أنا ذاك بالفعل يعني في ذاك الوقت. لكن أرجع على سؤال سامي قبل شوي، موريس وأيضا الفرعون. قصة الفرعون، يعني لو تكلمنا عن هذه القصة. موريس هو العالم، هو عالم له براءة اختراع، عالم وطبيب أمعاء فرنسي، موريس بوكاي اسمه،
وهو مواليد 1920 وتوفي 1998 الله يرحمه. وكان عنده اهتمام من السن مبكر سن 15 كما يروي هو، وانا اوردت فقره نادره له وهو يتكلم عن هذا الموضوع بالذات، وهو طفل صغير اهتمام بالعلم، بالعلاقه بين الدين والعلم. نعم. علاقه بين الدين والعلم. لكن طبعا لما كبر ودخل كليه الطب وتخرج واشتغل في باريس واصبح من اشهر الاطباء هناك، كان يعالج عنده اطباء يعالج عنده كبار المسؤولين في العالم العربي والاسلامي والغربي وكله. نعم. منهم الملك فيصل الله يرحمه، السادات وقريب السادات الله يرحمهم جميعا. كان عنده شغف انه يعرف شيء عن القران. فالحدث انه كان هو متصور انه القران كتاب مؤلف، كما هو يعني هو يكتب في كتاب له كتاب له بعنوان القران والعلم والانجيل. وده كتاب مهم للغايه. باع في العالم حوالي 15 مليون نسخه، لدرجه انه قفل العياده سنه 82 وتفرغ للطب وتفرغ للكتابه. لانه كتابه اشتهر لدرجه غير معقوله وترجم الى 12 14 لغه، وفي يعني وطبعا داونلودابل من على الانترنت، ممكن واحد يعمله داونلود وموجود في كل مكان. نعم. هذا الكتاب عمل اثر كبير. ايه الاثر الكبير اللي عمله؟ عمله ان هو بيروي فيه كيفيه اكتشافه للقران. انه الظن ان القران مؤلف وانه ما فيش دين بعد المسيحيه وهكذا، لكن والله انا اكتشف القران من خلال الناس اللي كان الذين يعالجهم. ومن خلال هذا الاكتشاف قالوا له ان ادرس اللغه العربيه عشان تقرا القران قراءه صحيحه. فقعد 3 سنوات تفرغ يدرس اللغه العربيه، وبعدها قرا القران، وبعدها بدا يالف هذا الكتاب في عام 76. جميل. احنا عندنا مقتطفات استاذ فاروق لو نشوفها مع الساده المشاهدين عن موريس والفرعوني، اذا مشاهدينا نشوف هذه المقتطفات وللحديث بقيه اكيد مع ضيفنا الكريم. You have the science and you have religion. I say to myself, something is going wrong. القصة الكاملة للكتاب 33 عاما. هذا الكتاب أثار غضبا شديدا. هذا أعطاني فرصة لمعرفة فكر موريس بوكاي أكثر. وجد أن القرآن ليست فيه ثمة شائبة فيما يتعلق بالعلم الحديث. ردة فعل المسلمين وترحابهم الكبير بكتاب الدكتور بوكاي لها كذلك علاقة بنقد الجمهور الفرنسي الكاثوليكي له. وقعت قطيعة بين موريس بوكاي ووسطه. 1300 آية تتكلم عن العلم والعلماء. إجابة العلم عن سؤال 3000 عام. من هو فرعون النبي موسى عليه السلام؟ إجابات الكتب المقدسة. ما دامت جثته قد استنقذت، فأين يرقد الآن؟ موريس والفرعون. تقرير الدكتور بوكاي، فيلم وثائقي.